السلام عليكم. ثاني فيديو ليومه الثلاثاء. في هذا الثاني فيديو غادي نقول لكم واحد الخبر خاص بالطلبه اللي غادي يدخل حيز التنفيذ لو 1 نوفمبر، وهي قيود جديده على الطلبه الدوليين الاجانب. غادي يدخل هذا القرار، هذا غادي يدخل لو 1 نوفمبر، يعني قيود جديده. انا غنخلي لكم الرابط، ما نبغيش ندخل معكم في التفاصيل، نخليكم نتوما الطلبه تبارك الله راكم تتبغيو تقراو نخلي لكم الرابط قراو وشوفوا اشنو تيقولوا. راه لو 1 نوفمبر غادي يدخل هاد القرار هذا. وبالنسبه للمواضيع ديال الفيديو الاول راه كلهم غتلقاوهم، الروابط غتلقاوهم في صندوق الوصف. راه ما كنهضرش على فراغ، كنهضر لكم على بالدليل القاطع. ثاني معلومه، وهي كتذكروا انني قلت لكم انهم داروا واحد الفورماسيون باش يشجعوا الشباب من بعد الوباء باش يخدموا في لا كونستركسيون في البناء، لان ما بقاوش بغاو يخدموا لهم في البناء، وقالوا لهم غنديروا لكم فورماسيون ونخلصكم 700 دولار للسيمانه. يعني انت تجي تقرا والدوله تخلصك، دير فورماسيون الدوله تخلصك. اش وقع؟ راه ليا هاد الناس كاع عادوا يدوزوا الفورماسيون ونجحوا فيها، حتى واحد فيهم ما خدم. هذا هو المشكل، وانا يتصدع على هذه القضيه. قال لك كيفاش الدوله انها خسرت الفلوس وخسرت، يعني ولقات الناس اللي داروا هذه الفورماسيون، وفي الاخر ملي كيبوستولي وما تلقاوش الخدمه. واحد راه دار 50 سي في وما لقاش الخدمه، دفع 50 سي في، هذا من المتخرجين ديال هذا البروغرام اللي دارت الدوله ديال البناء. انا غنخلي لكم في صندوق الوصف، غنخلي لكم الرابط ديالو حتى هو باش تكونوا على يقين من هادشي اللي تنقولوا. يعني في هذا الفيديو هذا الثاني قلت لكم الخبر الخاص بالطلبه اللي غيدخل حيز التنفيذ في لو 1 نوفمبر، قيود جديده على الطلبه الاجانب الدوليين، وهاد القضيه ديال هاد الفورماسيون، هادو الناس اللي داروا فورماسيون ونجحوا فيها وخداو الدبلوم وما لقاوش خدمه، منهم واحد دافع 50 سي في وما لقاش الخدمه. وانا يتصدع على الحكومه ديال كيبيك، لان هذه الحكومه ديال كيبيك هي اللي دارتها. يلا ما نطولش عليكم اكثر، هادشي فيديوهات خفاف درافي ومعلومات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين باذن الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.